كمسلسل المسلسل حلو. ممكن هاني سلامه واخد مساحه اعلى شويه لان انت برضو الابطال كلهم في اسانسير واحد، فتخيلي ان الادوار هتتوزع بالتساوي. بس المسلسل اسلام حافظ السيناريست عامل سيناريو حلو قوي. كمان الممثلين محمود الليسي، محمد ثروت، احمد بدير، الثلاثه دول، نجلاء بدر، بس الثلاثه دول لوحدهم ثروت عامل مشهد عبقري يعني. حاجه يعني محمد ثروت برضو انا قلت كان هيجي فتره كده وخلاص الناس هتزهق منه، فهو لحق نفسه عمل حاجه انا ما تخيلتهاش. محمود الليسي جوكر بقى بترميه في اي حته، عامل دور حلو حتى ما كان بيحكي عن علاقته بنجلاء بدر كانت عامله ازاي. فانا سوسن بدر عملت كام مشهد برضو، سوسن بدر حتى برضو في مواجهتها مع نجلاء بدر في الاسانسير، وانا نجمه وانا فنانه، بس سوسن بدر طول عمرها سوسن بدر يعني. بس انا بتكلم ان في ممثلين تفوقوا على نفسهم في المسلسل ده، والحبكه نفسها والربطه نفسها يعني تشد اي حد، حتى عمر كمال نجم المهرجانات اللي انا اتصدمت ان هو جاي في المسلسل بس والله اداؤه مش أيوة لما المخرج يعني جابه قدر يطلع منه حاجه كويسه. هي دي نظره المخرج، ان هو يقدر يعمل حاجه هو قدها، او يقدر يعمل حاجه هيخدها. ندى موسى عملت الدور الشغاله حلو، ندى موسى عامله دور حلو قوي في هنا وهنا، ومش واخده ترند على السوشيال ميديا، بس هي عامله اللي عليها. انا دايما بيبقى عندي ازمه ان انت هتاخد روايه ما تحورهاش، حتى زمان لما غيروا في نهايه دعاء الكروان كان بموافقه طه حسين نفسه، فما تحور. كمان هم واخدين عمل لنجيب محفوظ من فيلم، فما ادانيش نفس النهايه، فانا استغربت كمشاهد. انما المسلسل حلو.